إذن متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط الرابع الخاص للجعدان. على البركة نسير مباشرة مع الصدارة والمقدمة. من يتقدم؟ تتقدم رعود لصالح بن خميس بن حمد البطيني، بينما المركز الثاني يتقدم، هنا تتقدم داودية لعبد الله بن راشد العريمي ودخيزران، بينما المركز الثالث وصلت وتقدمت مع المركز الثالث، وصلت ايضا وصل راهي لعلي بن سعيد الحميدي، بينما المركز الرابع وصل وتقدمت الشاهينيه لسعيد بن محمد الحميدي. ولكن اعود الى المقدمه، اتابع الصداره، اتابع رعود لصالح بن خميس البطيني. من يتقدم مع المركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت الداوديه لعبد الله بن راشد العريمي، يقدم لنا الداودية، بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية لسعيد بن محمد الحميدي. ولكن أعود إلى المقدمة، أتابع الصدارة، أتابع المقدمة، رعود يرعود تتقدم بشعار صالح بن خميس بن حمد البطيني. المركز الثاني وصلت وتقدمت مع المركز الثاني الداودية لعبد الله بن راشد العريمي ودخزر. وصل ودخيزران يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا الداودية، الاسم الجميل، الاسم الرنان. الله يا هنا الداودية، الداودية لعبد الله بن راشد العريمي ودخيزران، يحقق الانجاز، يحقق هذا الناموس. تهانينا تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانتصار. اذا الداودية، الداودية تحقق هذا الناموس الى مالكة لعبد الله بن راشد العريمي. سلام يا ود خيزران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والانتفاع الجميل. تهانينا والناموس، وساعة وصولها الى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت رعود لصالح بن خميس البطيني. المركز الثالث وصلت خيرا لسليم، او هنالك الشاهينية لسعيد بن محمد الحميدي. اذا نعود ونهني مالكي الداودية لعبد الله بن راشد العريمي وود خيزران. والتوقيت الزمني، نعتذر التوقيت الزمني، تهانينا والناموس.